ايه كيفك هلا؟ منيحة شكراً. ليش عم تكذبي علي؟ ما فهمت؟ مالك منيحة، وحتى وضعك سيء كتير. انتي معصبة ومتوترة كمان، بدك تكسري كل شي حواليك وتصرخي بأعلى صوتك، حتى انك كرهانتيني لأني عم قول هالشي، أنا متأكد مو هيك؟ اي مزبوط. وعم تقول ايه كمان؟ على الأقل تضحكي علي وقولي لي لا حبيبي مو هيك. طيب معناها بتعرفي شو رح نساوي؟ بأقرب وقت منروح على مكان ما في أي حدا بنوب، ما بعرف ممكن يكون وادي أو ممكن يكون بحر، وهنيك رح خليكي تصرخي بأعلى صوتك ورح تقولي كل شي بتتمني تقولي. شو رأيك؟ أنت موافقة؟ ما بقدر أصرخ على أبي وأمي. أنت معصبة منه؟ إيه. ليش؟ يا ريتهم ما خبوا علينا هالشي، يمكن لو عمر عرف الحقيقة ما كان انهار. آسيا اسمعي أنا شو رح أقول. الخالة سوزان هجرت عمر ما هيك؟ طيب ليش لحتى يخبروا لك؟ قصدي ما كان عمر رح يزعل أكتر؟ بس هلأ هو زعلان كتير. يمكن هنن كانوا رح يخبروكم، شو بيعرفكم؟ يمكن كانوا عم يستنوا لحتى تكبروا. يمكن وقتها كانوا رح يخبرونا مو هيك؟ ما بعرف، يمكن. تعالي لهون. خلص لا تزعلي، أنا واثق إنه أبوكي وأمك فكروا بهالموضوع كتير. بالمناسبة أنا كتير معجب فيهم وكنت حابب أتعرف عليهم كمان، كان بدي أتشكرهم وأقول لهم يسلم إيديكم. ليش؟ لأنهم جابوا أحلى بنت بالعالم كله. ضحكتي مو هيك؟ كأنك ضحكتي قبل شوي، معناها أنت سامحتيني مو هيك؟ ليك صح أنا عانقتك، بس أصحك تفكر أني سامحتك. ما رح فكر، تمام، بعرف أنه لساتني معاقب. شربي قهوتك. يلا بلش الدرس. ايه بلش الدرس مزبوط. معناها بدي اسألك سؤال اخير، بقدر اقعد جنبك اليوم؟ لا. ماشي. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.